في إطار الدعم العلمي والبحثي، نظم مجمع 48 الطبي المؤتمر الطبي الأول على مدى 3 أيام، والذي يتضمن 90% من البحوث قدمها نخبة من الأطباء في المجمع في مختلف التخصصات الطبية. ما حققه من تسبب المجمع من الحصول على شهادة الأيزو، وإن شاء الله قاب قوسين أدنى لشهادة الاعتمادية الدولية. وهذا المؤتمر في الأبحاث الطبية المتعددة والمتميزة والمختلفة والتي كانت كما ونوعا هي خير مصداق على ما نصب إليه. الدراسات والبحوث المقدمة في المؤتمر تعد من أحدث الطرق العلمية في تطور الطب في اليمن، والتي يأمل منها أن تنفذ على أرض الواقع. تظاهرة علمية جيدة، بحيث انه يبرز الدور الابحاث العلميه الجديده في مجال التطورات الطبيه والصيدلانيه والدوائيه، وبما يواكب العلوم والتطورات الحديثه، وفي مخرجاته هو في مصلحه البلد. المؤتمر الطبي الاول على مدى 3 أيام يشمل الكثير من المعرفه في عده تخصصات، وتهدف الى تاهيل كوادر مستشفى 48 وغيرهم من المشاركين من مختلف المستشفيات باحدث ما توصلت اليه الابحاث. يهدف الى تطوير الكادر البشري في المجال العلمي والاستفاده في البحوث الطبية المقدمة التي تخدم المجتمع والطالب في البورد أو الماجستير أو الدكتوراة. مبادرة هي الأولى من نوعها لدعم الطب في اليمن، والتي تسعى إلى تحسين الخدمات العلاجية والبحوث والدراسات التخصصية في مختلف جوانب الطب الحديث. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء. ختام النشرة.